وللمزيد حول استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن في ظل دعوات الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا بك معنا أستاذ صالح. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ صالح. بداية، وفي ظل استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي، هل ترى بوادر حل سياسي خاصة مع دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي دعا فيها إلى وقف الحرب في اليمن وأكد على أن الحل لن يكون عسكريا؟ شكرا جزيلا لك والمشاهدين الكرام. من الصعوبة بمكان أن يكون الحل سياسي أو سلمي في اليمن نظرا لتعنت وإجرام ميليشيات الحوثي والجريمة المروعة التي حدثت بالأمس على 3 صواريخ باليستية على مدينة مأرب المكتظة بأكثر من 3 مليون نسمة، ومعظم القتلى من الأطفال والنساء وناهيك عن الجرحى. كيف يمكن أن يكون هناك سلام مع هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل إيران ومع وجود صمت للأسف يعني أوروبي أمريكي عما تقترف هذه الميليشيات في حق الشعب اليمني وتحديدا على مدينة مأرب، والآن منطقة يعني الإعلام يتكلم عنها منطقة العبدية وهي يعني في على حدود مأرب محاصرة الآن كليا، يعني يقتلها أكثر من 30,000 مواطن يمني. هذه ميليشيات لا تعرف للسلام، اسم هذه الميليشيات لن يكون الحل معها إلا عسكريا مهما تكلم المنظمات السياسية أو المدنية الأوروبية أو الأمريكية، لأنه هذا كلام للأسف يستهلك عبر الإعلام. نعم، إذا يعني في أي إطار تأتي دعوة بوريل للحكومة الشرعية للعودة إلى يعني للعودة ومباشرة أعمالها من عدن؟ هي يعني مبررها الحفاظ أو مراعاة الوضع الإنساني الموجود في اليمن، وأن هذا يؤدي الاستمرار الحرب يؤدي إلى استمرار القتلى وزيادة يعني اللاجئين والذين تضرروا من الحرب. وكلنا مع وقف الحرب، كلنا لا يوجد يمني يريد أن تستمر الحرب. الحرب دمار وهلاك على الشرعية وعلى ميليشيات الحوثي التي كل يوم يعني يذهب منها يعني العشرات ولا أبالغ إن قلت المئات، لكن هؤلاء لا يهمهم الإنسان اليمني ويرمون بأطفال في يعني في ريعان شبابهم وهم طلاب مدارس بالقوة إلى 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 جبهات القتال. وبالتالي يعني هذه فقط عبارة عن أصوات إعلامية من أوروبا من أمريكا للشرعية وللميليشيات، لكن لم تتحول إلى ممارسة عملية. نريد من المجتمع الغربي أن يحدد من المتسبب الآن فيما يحدث في اليمن. من الذي انقلب على الشرعية؟ من الذي يقتل الآن المدنيين في مأرب وفي بعض مديريات شبوة وفي الجو وفي تعز؟ من الذي يرسل الصواريخ باليستية؟ إنها ميليشيات الحوثي. أما الشرعية فهي مع السلام، الشرعية هي مع الجلوس الناس على طاولة الحوار، ولكن كدولة أمام ميليشيات مصنفة أنها من ميليشيات خارجة عن النظام والقانون. وهذا يعني لا تستطيع الميليشيات أن 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 تجلس، لأن كل مرة تشترط شروط تعجيزية لأنها لا تعيش إلا على الحرب والدمار. نعم، أمام هذا التصاعد العسكري يعني وهذه الدعوات إلى وقف إطلاق النار، ما سبب غياب الجدية من قبل المجتمع الدولي على فرض إيقاف وقف إطلاق النار ويعني سيطرة أو الجلوس في حوار جدي؟ للأسف المجتمع الدولي رغم أنه أصدر قرارات دولية لصالح الشرعية وكذا يعني آخرها أو يعني القرار الذي يصدف ميليشيات خارج عن الدولة هو القرار 2016 الذي يدعم الرئيس هادي وحكومة الرئيس هادي، لكن للأسف منذ ذلك الوقت منذ 4 سنوات لم نرى تصنيف للميليشيات الحوثية، لم نرى تهديد، لم نرى هناك تواطؤ غربي مع الأسف الشديد، هناك تواصل غربي إيراني على طاولة الحوار فيما يخص الاتفاق النووي، واستخدم اليمن كورقة مع الأسف الشديد، ورقة مقايضة بين إيران وبين المجتمع الغربي مقابل ما يسمى بالاتفاق النووي. يعني هذه أخلاق للأسف لا تنبئ عن سياسة جدية لدى المجتمع الغربي والأمريكي للحل اليمني، وبالتالي سيظل الحرب بين الشرعية وبين الميليشيات حتى تنهزم الميليشيات وتستسلم وتجلس
وهي ضعيفة بطاقة رأسها على الحوار، أما الآن هي تحارب الشرعية بسلاح الدولة الذي وردته من علي عبد الله صالح. وللأسف وكأن الغرب يقول الحوثي يعني عجل يعني القضاء على وإسقاط مدينة مارب حتى نعترف به كميليشيات أو كحاكم لليمن، وهذا طبعا لن يحصل لأن اليمنيين لا يمكن أن يخضعوا لميليشيات يعني إيرانية. نعم. خرجت عن إطار الإجماع الوطني. نعم، في هذا السياق إلى أي مدى تنجح إيران في استخدام الملف اليمني والميليشيات المدعومة من قبلها هناك يعني باستثماره لصالح ملفها النووي؟ وهذا للأسف الشديد هؤلاء ميليشيات الحوثية للأسف الشديد هم عبارة عن أتباع ومجموعة من المرتزقة، لا يهمهم عصابة بالأخير، لا يهمهم، هم يعرفون أنهم لن يستمروا في السلطة، لن يستمروا في على ما هم عليه الآن، هم يأكلوا الآن، ينهبوا الأراضي، يقتلوا، وبالتالي كما سماهم يعني سمتهم إيران هم شيعة الشوارع في اليمن، يسموهم شيعة الشوارع، هذه ورقة سيرمى بالميليشيا الحوثي يوما ما من قبل إيران، ومن ثم سيتم يعني معاقبتهم وأمام القانون الدولي والمحلي. وهناك أسماء قيادات هي مصنفة بأنها إرهابية ومطلوب يعني ملاحقتها بحسب القانون الدولي، وبالتالي للأسف الشديد الحوثيين هم ضحية ومرتزقة لإيران. إيران تستخدم هذه الورقة للتفاوض على الملف النووي، لكن لا أعتقد أنها ستنجح في ذلك، لأن اليمنيين يعني مصممون سواء مقاومة شعبية أو جيش وطني على استعادة الشرعية والعودة إلى العاصمة صنعاء وطرد ميليشيا الحوثي، وليبقوا كمواطنين مثلهم مثل غيرهم بعد أن يسلموا سلاح الدولة، ويتم معاقبة المجرمين من قياداتهم الذين ارتكبوا في حق الشعب اليمني الجرائم المختلفة. نعم، هناك تحذير أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بأن 3 ملايين يمني سيتعرضون لوقف الحصص الغذائية في شهر تشرين الأول الحالي ما لم تحصل الأمم المتحدة على تمويل جديد. يعني هذه الدعوة إلى أي مدى يعني تحض الأمم المتحدة على سرعة أو على تسريع اتخاذ موقف جدي لإنقاذ هؤلاء المدنيين؟ مع الأسف هذه ورقة تستخدمها الأمم المتحدة فقط في الجانب الإنساني، ويستفيد منها ميليشيات الحوثي. هي تعرف أن الذي يقف عائق أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى اليمن هي ميليشيات الحوثي، واتهمتها رسميا في أكثر من حوار، في أكثر من تصريح، ولكن للأسف الشديد الأمم المتحدة تهتم بالجانب الإنساني وهو ما تسعى إليه ميليشيات الحوثي، ينسوا الجانب الرسمي وما تقتضي حق الشعب اليمني ويهتمون بالجانب الإنساني، وهم الذين يقتلون الشعب اليمني ويجوعون الشعب اليمني. ينبغي على الأمم المتحدة أن تكون صادقة مع الشعب اليمني وليس مع الميليشيات، وأن يطبق أقوالها أفعالها وتلتزم بالقرار 22/16 أن الشعب اليمني انقلب على شرعيته ميليشيات تخدم إيران وخارجة عن النظام والقانون المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي لا يوجد أي دولة في العالم معترفة بهذه الميليشيات سوى إيران. العالم معترف بدولة شرعية معتمدة ومعترف بها من قبل العالم، ولا يوجد من يعترف بميليشيات الحوثي لأنها خارجة عن الإجماع الوطني وعن المخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي التزمت كل القوانين بها، وهي العودة إلى المرجعية الثلاث. نعم. وهو الذي تنكره ميليشيات الحوثي، وبالتالي الحسم معها هو الحسم عسكري وليس غير ذلك. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يمني يمن صالح الجبري.